إذن يجب على الإنسان أن يكون ذكيا وفطنا ويرهف أذنه لقول الله أكبر. الله أكبر. ساعة ما يقول الله أكبر لا يؤجل عملا، لا يؤجل الله أكبر في مطلوبها وبعد ذلك يأخذ أي عمل من أعمال الدنيا، لأن هذا اللقاء هيعينك على هذا العمل الله. اللي بنسميه بركة الـ بركة الـ بركة الوقت الله. ولذلك يجب أن يتنبه الإنسان إلى ذلك في أن لا ينكث عن نداء الله له. ده أنا لو أبويا ناداني ولا رحت لهش يزعل مني. ولذلك يقول الحق في بعض أحاديثه القدسية يقول من أجابني حين أدعوه أجيبوه حين أدعوه.